So, okay, في هذا الفيديو اللي نبدأ ونتحدث عن البوزيشن إليمنت، يعني تحريك العناصر ما إلى ذلك. إذا لدي هنا هذه المقالتين، الأرتيكل الأول والثاني، يعني هما يعني أرتيكلز لورم في هذا الديف وهذا الديف، يعني لديهما أي دي الاثنين. الأول لديه ديف واحد والثاني لديه ديف اثنين، ويعني يملكان نفس المقالة نفس الشيء، ولديهم هذا السي اس اس البسيط، يعني لديهم باك جراوند بألوان مختلفة كما ترون، ولديهم بادين، يعني بادين 40 بكسل. لنقوم بعمل انسبكت للإليمنت ولنتلعب قليلا في الإليمنت من هنا، يعني حتى تلعب في الإليمنت من هنا يعني تتعلم منه أشياء كثيرة جدا. إذا لنقوم بإزالة هذا البادين، يعني يصبح العنصر بدون، يعني لا يأخذ تلك المسافات من الجوانب، هذا بشكل مبسط. وفي هذا الفيديو نحن لن نرى لا بادين ولا مارجن، سنرى شيء جديد وجميل جدا وستعمل به في جميع الحالات. إذا كما العادة أترك لك في أسفل الفيديو مقالة بخصوص البوزيشن، وسنرى من هذه الخمسة عناصر في البوزيشن سنرى ثلاثة، يعني سنرى الابسولوت والرولاتيف والفيكست، يعني هذه الثلاثة. أما بالنسبة للستاتيك والستيكي لن نقوم بالتعامل معهما يعني في الادفانسد وفي الفيديوهات القادمة إن شاء الله، يعني الآن ومؤقتا نشتغل بهذه الثلاثة في البوزيشن، وسنرى كذلك التحركات للعنصر في هذا الفيديو. إذا لنبدأ على بركة الله. إذا كما رأيتم لدي هنا position relative وهنا position relative كذلك. ما هي ال position relative؟ إذا ما رأيتم هناك العنصر، قم بعمل reload، هناك العنصر يعني هذا الديف بشكل كامل، وهناك كذلك واحد، يعني فهو واحد أسفل الآخر فما إلى ذلك، أو يمكن أن يكون واحد جانب الآخر، فالعنصرين اثنين لا يصعدان فوق بعض، يعني واحد بجانب الآخر واحد أسفل الآخر ما إلى ذلك، يعني العناصر تتلامس ولا تطفو فوق بعضها، يعني لا تجد عنصر يصبح فوق عنصر. هذه ببساطة ميزة الرولاتيف، يعني تنفع في عمل صفحات responsive وما إلى ذلك، يعني كيفما قمت بتصغير الشاشة أو الصفحة أو ما إلى ذلك، يعني تبقى العناصر كما هي، يعني لا تطفو واحدة على الآخر لأنهما relative. هذا بالنسبة للrelative مع الrelative. أما بالنسبة للabsolute فأما الوضع مختلف، يعني لنجعل هذا العنصر absolute، أقوم بعمل save. إذن تقريبا لم يحدث اي شيء، لماذا؟ لانه ابسولوت والثاني ريلاتيف، فهذا الابسولوت ساجعل له مثلا من التوب مثلا 50%، او مثلا نجعل له توب 0 بكسل حتى ترون ماذا اقوم. اقوم بعمل سيمي كولون وسيف. اذا كما رايتم يعني صعد فوق جميع العناصر، فابسولوت تجعل العنصر يسبح فيتجاهل اي عنصر اخر element html معه في الصفحة او ايا كان، فتتحكم به تحكم كامل من خلال الطوب والليفت والبوتوم والرايت، يعني هذه عناصر التحكم. هذا بالنسبة للابسلوت، يعني سنرى هذا العنصر الابسلوت مثلا اقول له من الليفت 50%، يعني يذهب من الليفت 50%، يعني انظر، يعني هو هنا النصف فجاء إلى هنا وأخذ 50%، يعني ابتعد من جهة اليمين 50% كما ترون هنا، يعني هذا العنصر أين هو؟ يس هنا لديه ليفت 50%، أقوم بإزالة الليفت 50% يعود إلى مكانه، أقوم بإزالة الأبسلوت يعني يعود لمكانه في كشكل أصلي، يعني فهو يكون إما رولاتيف أو استاتيك على بشكل افتراضي، لكن عندما تعطيه ابسولوت يصبح العنصر يطير. اين يعني فائده الابسولوت؟ فائده الابسولوت في عمل بعض الاشياء هكذا، يعني سترها في كثير من التيتوريالز او الفيديوهات، او حتى عندما تقوم بعمل تطبيق افكارك الخاصه ما الى ذلك، يعني سنجعل ان العنصرين ابسولوت ونرى ما الذي سيحدث.
سنجعل هذا كذلك ابسلو وانظر يعني العنصرين يعني الاول ما زال في مكانه. سنجعل هذا مثلا من الرايت يعني من اليسار 50% مثلا او من اليسار مثلا 50 بيكسل يعني هكذا تبدأ بالتحكم في العناصر ما الى ذلك. يعني ذهب من هنا 50 بيكسل. سأزيل هذا الابسلوت للعنصر الاول كذلك العنصر الثاني. اوكي يعني تعاد الان الامور الى ما عليها. لنتعمق اكثر في الابسلوت والرولاتيف لان الابسلوت والرولاتيف مهمين جدا في الفهم، ففهمهما يعني يجعلك تبدع اكثر واكثر في السي اس اس ما الى ذلك. لناتي الى هنا ولنقوم بعمل عنصرين بي. اوكي بي نقوم بعمل بي الاولى مثلا بي واحد لديها اي دي و بي اثنان لديها بي اثنان في الاي دي كذلك لديها في الاسم والاي دي ولنتعامل معهما هنا. اوكي سنجعل البي اي دي او البي واحد عفوا نجعله بوزيشن ريلاتيف وكذلك بالنسبة للبي تو يعني نفس القصة. ستكون العناصر في جميعها يعني واحد اسفل الاخر ما الى ذلك. يعني ساريكم الان طريقة حتى تجعل العنصر بجانب الاخر. يعني سنجعل الاول في الديسبلاي ان لاين بلوك او بلوك يعني الان جاءت العناصر الى جنب بعضها. لماذا؟ لاننا قمنا باستدعاء الانلاين بلوك فلم يعد العنصر يعني يمسك تلك المسافة. يعني هذه ليست وقت الانلاين بلوك وما الى ذلك، لكن فقط لأبين لك يعني ماذا الذي يفعله الابسلوت. يعني سنجعل العنصر الثاني ابسلوت او في الوضع المطلق وكذلك بالنسبة للثاني وسنعطيهما باثنين باك جراوند حتى نظهر الفرق. وهذه بلو ولنرى ما الذي سيحدث. يعني رأيتم هي تظهر واحدة في الاساس لكنهما اثنين، فما الذي حدث من الاساس؟ يعني واحدة طفت فوق الاخرى من الاخر حتى لو تركت واحدة فيهم يعني relative اوكي يعني الاولى relative لكن الثانية عندما اعطيها من top او مثلا من الليفت 0 بيكسل مثلا او 5 بيكسل يعني ستتجاهل الاخرى تماما كما رأيت مني تتجاهلها تماما او مثلا 0 بيكسل. يعني اتت الى الجانب هنا و الى الصفر تماما ولم يعني لم تعبر الاخرى او ايا كان. يعني الان لو قمت بعمل ريلاتيف يستحيل ان تأتي الى الصفر. لماذا؟ لان هناك عنصر في الجانب تحترمه يعني الاثنين ريلاتيف. فكما ان لو انهما بلوكس يعني بالمنطق. يعني ساريكم يعني مثال اخر على الابسلوت نجعلها ابسلوت ولنعطيها من الليفت 50% يعني من اليمين ومن اليسار عفوا ستذهب 50% ومن الطوب كذلك.
فانظر يعني لم تعبر أي عناصر أخرى، ذهبت إلى هنا مباشرة. رأيتم؟ فأخذت من هنا 50% ومن هنا 50% وجاءت إلى هذا البوزيشن ببساطة جدا. لكن الأخرى relative. الآن لنقوم بتجربة هذه 50% من اليمين ومن اليسار على العنصر وهو في حالة الرولاتيف. لنجعل هذا رولاتيف ولنرى ما الذي سيحدث. يعني ذهب لكنه ليس من الفوق، يعني ذهب في اتجاهه. فا اوكي، اما بالنسبة لاخر شيء يعني في هذا الفيديو فهو بالنسبة لهذا الفيديو فهو الفيكسد. الفيكسد يعني جميلة، هي ابسلوت ولكنها في نفس الوقت ثابتة. يعني هذا العنصر مثلا لنجعله ابسلوت وهو يطفو، لكن الصفحة صغيرة فانت لا تلاحظ اي شيء. يعني هو هنا الان. لنقوم بعمل يعني هايت لنعطي للصفحة طول، لنستدعي البودي ولنعطيه مثلا هكذا 4000 بكسل، يعني نجعل البودي طويل حتى يظهر فقط هذا الكروشر او هذا السكرول في الجانب. يعني من الرغم ان البي 2 ابسولوت يعني تسبح لانها تلزم مكانها في الصفحة، يعني هي ليست فيكسد. لكن الان ساريكم الفيكسد وما الذي ستفعله. اذا هذا التايتل هو عبارة عن h1 لديه id تايتل ولديه هذا اللون هو h1. سنجعله فيكسد في البوزيشن ونرى ما الذي سيحدث. اذا كما رأيتم يعني فهو ليس صاعد وانما هو اصبح ابسولوت ولكنه فيكسد. انظر عندما اقوم بالصعود او النزول في الصفحة عن طريق الكروشر ما الذي سيحدث. يعني عندما اطلع يعني انظر البوزيشن عفوا البوزيشن هي معي في الصفحة. يعني اي فعلت يعني انظر انا اصعد وانزل، يعني اصعد وانزل، فالبوزيشن عفوا البوزيشن هنا فيكسد يعني ثابت. يعني العنصر الذي تعطيه فيكسد يبقى معك في الصفحة، يعني يبقى معك في الشاشة أينما ذهبت. يعني صعدت أو نزلت أو ما أين، يعني حتى أنت في بعض الأحيان تراها في بعض المواقع مثلا مثل هذه المنيو هنا القائمة في W3 School فهي فيكسد. انظر أنا أصعد وأنزل وما إلى ذلك لكنها ثابتة. يعني لا يعني جميع العناصر تصعد وتتغير في أماكنها في الشاشة، لكن البوزيشن بالنسبة للمنيو فهي ثابتة معك في الشاشة. اما بالنسبة للابسلوت يعني هي فقط تطفو، لا تنطبق عليها قوانين الاخرين، لكنها ملتزمة بمكانها في الصفحة. فهذه البي 2 بالازرق فهي ابسلوت، يعني لا تتأثر بالعناصر الاخرى لكنها ملتزمة بمكانها. يعني اما بالنسبة للبي 1 فهي ريلاتيف، فقلنا ان الريلاتيف فهو يجعل العنصر بلوك، يعني يتأثر بالعوامل التي او يعني ما تفعله بالعناصر الاخرى بجانبه. عندما تقوم بتحريك مثلا عنصر عن طريق المارجن او ما الى ذلك من الجوانب، يعني لو كان ريلاتيف يتغير، وسنرى مثال على ذلك الان. يعني ازيل هذه الفيكسد من هنا حتى نعد الشرح كما كان، وكذلك بالنسبة للابسولوت نقوم بعمل ريلاتيف. اوكي واقوم بازالة يعني هذه البوزيشن من هنا. لكن انظر فقط ساعطي للبي الاولى مارجن حتى ترى التأثير الذي يحدث في الريلاتيف ولماذا هو مهم في الريسبونسيف. بالنسبة لي هنا في ساقوم بعمل مارجن ليفت، فمارجن ليفت تفرق على الليفت. سنرى كذلك الفروقات بين المارجن ليفت والليفت العادية في فيديو خاص بها. سأقوم فقط بعمل مثلا 100 بيكسل
يعني انظر بي واحد ذهبت وده يعني ذهبت معها حتى بي تو يعني تأثرت بها، كما لو انني انا شخص وامامي شخص بيرسون تو وانا بيرسون واحد وقمت بدفعه معي 100 متر الى الامام، يعني اكيد سيتحرك معي لانني انا لست شبح سأؤثر فيه لاننا باثنين يعني لدينا تماس. فهذه فكرة الرولاتيف تعطي تماس، فعندما قمت بعمل حركة من هذا الاتجاه على بي 1 قام بالتحرك معها بي 2 كذلك. ماذا لو قمت بعمل بي 2 ابسولوت؟ يعني انظر بي 2 ابسولوت واقوم بعمل مثلا من الليفت مثلا 0 بيكسل، يعني لن تعبرها تماما. يعني البي واحد تحركت لكن البي تو كأنها شبح، يعني لم تتأثر بالقصة خصاصا بتاتا، فهي ابسلوت يعني تسبح. اظن انني قلت ابسلوت 1000 مرة في هذا الفيديو، لكن لا بأس. لكن لو قمت بعمل ريلاتيف الوضع مختلف، ستتحرك رغما عن انفها. يعني كان هذا كله ما في فيديو اليوم، يعني قم باستعمال البوزيشن ريلاتيف وقم باستعمال البوزيشن يعني موفمنت التوب والليفت والرايت والبوتوم وما الى ذلك، وقم بعمل يعني تجارب على الريلاتيف والابسولوت والفيكسد حتى تستوعبهما اكثر. اظن ان الفيكسد سهله، فاما يعني ما ستراه يعني يحتاج الى التدقيق اكثر ويحتاج الى الاستيعاب، فهو يعني الريلاتيف والابسولوت. سو كان هذا كل ما في فيديو اليوم، واراكم في فيديو قادم ان شاء الله.